نعم جيد مستقبل جيد. سيد بلعيد، تكلمت عن نقطة مهمة، هو أن اللغة العربية حظيت بتشجيع دولي، وأصبحنا نرى أن اللغة العربية في المحافل الدولية وحتى المنظمات العالمية أصبحت تعترف بهذه اللغة العربية. ربما نقطة مهمة أستاذ بلعيد هو كيف نستطيع الاستثمار في هذا التشجيع الدولي وكذا التطور التكنولوجي الحاصل في العالم حاليا من أجل زيادة المحتوى العربي. جميل جدا. الآن نحن أمام هذا التشجيع العربي، أمام تشجيع القرار السياسي، أمام التشجيع الوطني، أمام التشجيع العالمي. تلاحظون الآن المؤسسات العلاقة بالمجامع والمجالس تجاوزت 15 مجمعا عربيا، مخابر لغات، مشاريع كبرى، مشاريع مفتوحة، مشاريع جديدة. كل هذا يدفعنا إلى أن نعمل بوصفة تجعل اللغة العربية ندا أمام التغول والعولمة. الوصفة تتمثل فيما يلي: أولا الاعتزاز بهذه اللغة، ثانيا الاستعمال، ثالثا لا ننطلق الآن في مجال العلوم من اللغة العربية أن ننتج بها حتى محرك البحث، هذا يصعب علينا ولن نصل إلى حلول. إذن علينا أن ننطلق من اللغات التي لها السبق، نأخذ التطبيقات الموجودة في هذه اللغات، نأخذ الذكاء الصناعي الموجود في هذه اللغات، نحاول في كل مرة في كل سنة أن نكيفه بناء على خصوصيات فقه اللغة العربية، وبناء على طبعا الإمكانيات المادية التي نمتلكها. في خلال 4-5 سنوات سنصل إلى أن ننتج محرك بحث عربي 100%، ننتج مصطلحات عربية، نعتمد على اللغات التي لها السبق، وهذه سنة الحضارات. لا توجد حضارة بدأت البناء من ذاتها، بل الحضارة تكمل عند 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 المكان أو العتبة التي توقفت فيها الحضارة السابقة. المشكل الآن نحن بعض المؤسسات عندما تأتي مثلا مؤسسات ذات العلاقة بتطوير اللغة العربية تمسح الماضي وتبدأ من جديد، في كل مرة نعود إلى الوراء ونبدأ من جديد، نهدم البناء القديم. لا، البناء القديم يصلح، ولكن نحاول أن نرمم ما لا يصلح ونواصل. يدخل أنا دائما نسميها في المجلس على اللغة العربية الاستمرارية المتجددة. إذن الذكاء الصناعي والتقنيات المعاصرة والأتمتة والرقمنة، والآن هناك جيل قادم وهي الرقمنة السحابية. السحابية، الإنسان سيصبح رقما في أي مكان، سيصبح رقما، ستقوده شريحة، وهذا سيبدأ تطبيقه 2030. الإنسان سيصبح بالشريحة، الشريحة الآن الجهاز هذا، الأجهزة التي فيه محمولين وكذلك تعطيك كل عدد الساعات التي تنام فيها، متى تنام، كم مسافة يجب أن تسير، ما هو نوع الأكل الذي يجب أن تأكله إلى غير ذلك. إذن نحن مجبرون الآن على التماهي مع هذه التقنيات بالخصوصيات. مولود قاسم رحمه الله ماذا كان يقول؟ يقول نحن نفتح النوافذ، نشرع الأبواب، لكن لا نرفع السقوف. يعني العولمة تغول، لكن العولمة كذلك ليست عدو، ليست عدو. العولمة هو أن نتماهى معها، مع التقنيات المعاصرة، مع الذكاء الصناعي، مع اللغات الأجنبية، لكن أن نحافظ على خصوصياتنا. هذا الخصوصيات، ونحن الذين نضع هذه الخصوصيات ونفرضها بسهولة. هو كل المشكل هو الاعتزاز والاستعمال. أكيد. عندما نحل قضية العقدة هذه ربما الاستعمال، سأل الأمور إنها ستكون جيدة.